نتعدوا للخبر اللي بعده. تصريح لعياض اللومي في الشروق، رئيس الحكومة لازم يوقف السيد راشد الغنوشي عند حدود. علاش؟ لا هو التصريح شنو الموقف اللي خلينا نحكيه عليه ونجدوه. التصريح هذا جاء بعد انتخاب نواب قلب تونس لراشد الغنوشي كرئيس للبرلمان التونسي. توا يقول على رئيس الحكومة أن يوقف السيد راشد الخريجي عند حدوده. هي باش يوقفوا علاش عند حدود؟ فاش قاعد يعمل؟ فاش قاعد يعمل؟ هذا هو هذا هو هذا اليوم راشد الغنوشي مترأس للبرلمان، توا وحده وحده باش يقف عند حدوده. توا فيس نعرفوا اللي ترفع حدود المغرب. كيفاش؟ توا هو فهمني، توا فيس نكتشفوا اللي تلك حدود الله. ايه فهمت؟ معناتها سي هي لا اتان سي ليميت. تو تشوف وحدك اللي على مستوى التسيير، تو تشوف على مستوى الالمام بالشؤون القانونيه والماليه والاقتصاديه، تو ترى اللي تلك حدود الله وكهو. و ان فيت حب ولا حبوا ينقوا به من موقع المسائله، اليوم كيف اعتلى الكرسي نتاع البرلمان اتحط في موقع اللي الناس مواجهة. الكل لا مش مواجهه اليوم، في حاله، مش في حاله وعي، لكن في حاله لا با دي تو، في حاله مش هو مو في حاله حتى شيء، اما للمواطن التونسي اليوم وللسياسيين والمراقبين الاجانب وغيرهم اليوم باش يكتشفوا شكون راشد الغنوشي بالحق هذول الايام القادمه.